تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وذلك بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الأسيوية 18 والتي اختتمت بالعاصمة الأندونيسية جاكرتا. وفيما يلي نص البرقية: سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نعرب لجلالتكم عن خالص تهانينا وتبريكاتنا بمناسبة الإنجاز التاريخي الذي حققته بعثة مملكة البحرين في دورة الألعاب الأسيوية 18 والذي يعتبر من أهم الإنجازات التي تحققت في دورات الألعاب الأسيوية منذ مشاركة مملكة البحرين فيها، حيث نهنئ جلالتكم بحصول المملكة على 26 ميدالية ملونة تترجم الإنجاز الرياضي المميز. إن هذا الإنجاز التاريخي رفيع المستوى يؤكد الجهد الكبير والعمل المتقن في سبيل الارتقاء بالحركة الرياضية في مملكة البحرين، والتي باتت بفضل اهتمام ومتابعة جلالتكم تسير في طريق تحقيق الإنجازات المتميزة على مختلف الأصعدة، وجعل من تجربة مملكة البحرين المتميزة مكانا للثناء والاهتمام من قبل جميع المهتمين بالحركة الرياضية. وأننا إذ نهنئ جلالتكم بهذا الإنجاز التاريخي نسأل المولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ابنكم ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. هذا وهنأ حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وسمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى رئيس اتحاد غرب آسيا لألعاب القوى، وذلك بمناسبة هذا الإنجاز الرياضي العالمي. وأشاد جلالة وأيده الله في برقية تهنئة إلى سموهما بالجهود الطيبة التي يقومان بها من خلال دعم وتشجيع الشباب البحريني في كافة المجالات والأنشطة الرياضية، وهو ما كان له أطيب الأثر في تحقيق هذا الإنجاز المشرف، منوها جلالته بدعم اللجنة الأولمبية البحرينية وتوفيرها لكافة الإمكانات للرياضيين في مختلف الألعاب، والذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات الرياضية لمملكة البحرين. وثمن جلالته عطاء الرياضيين البحرينيين الذين شاركوا في هذه البطولة الرياضية العالمية وحرصهم على تشريف المملكة ورفع اسمها عاليا في هذا المحفل الرياضي الدولي، ما يعكس قدرة أبناء مملكة البحرين على تحقيق أفضل النتائج والمراكز المتقدمة عالمياً.